السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الخامس الأحيائي، أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة الفصل الرابع الحركة لمادة الأحياء. أسئلة الفصل الرابع لمادة الأحياء صفحة 133. قبل لا نبدأ حل أسئلة الفصل الرابع الحركة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. عندنا أسئلة الفصل الرابع، السؤال الأول: ضع علامة صح جنب العبارة الصحيحة وعلامة خطأ جنب العبارة الخاطئة وصحح الخطأ إن وجد. الجواب راح يكون كالآتي: أولا، تحدث الحركة في الحيوان بأشكال وصور كثيرة تتراوح بين حركة السيتوبلازم وحركة الحب. الجواب صحيح. ينجز فعل الحركة في الحيوان عندما تزود العضلات بالطاقة اللازمة من الإيدونيسين ثنائي الفوسفات. الجواب خطأ، ثلاثي الفوسفات. يتحرك البراميسيوم بواسطة الأقدام الكاذبة التي تتمثل ببروزات من جسم الخلية. خطأ، بواسطة الأهداب وهي لواحق متحركة دقيقة جدا تشبه الشعر. يتماثل الصوت في الصوتيات مع الأهداف في الهديبيات من الناحية التركيبية ويختلفان في ميكانيكية عملهما. الجواب صح. يعرف الانتحاء بأنه نزعة نشوية لدى الأحياء إلى الحركة أو الدوران استجابة للمنبه ما. الجواب صح. نقصد بالانتحاء الجزئي الحركة يتأثر الانجذاب لحافز الضوء. غلط. خطأ، لحافز الجاذبية الأرضية. قد يحدث الانتحاء الضوئي في بعض النباتات يوميا وبشكل إيقاعي وعندئذ يعرف بالانتحاء الشمسي. الجواب صح. يمكن تسمية الحركة في الحيوانات بالحركة العضلية حيث تحصل نتيجة تقلص وانبساط العضلات. الجواب صح. تكون الألياف العضلية الهيكلية أسطوانية طويلة في مظهرها وهي متعددة الأنوية ومتفرغة. الجواب صح. عاشرة، تتميز في اللافقريات العضلات الملساء والمخططة والقلبية أسوة بالفقريات، وتكون لهذه العضلات نفس صفاتها المعروفة في الفقريات. خطأ، التصحيح الهيكلية بدل القلبية. املأ الفراغات الآتية. نجي على السؤال الثاني اللي هو التمرين الثاني صفحة 134 اللي هو املأ الفراغات التالية. املأ الفراغات التالية أو أكمل الفراغات التالية: أولاً، فراغ تتم هذه الحركة في بعض أنواع الخلايا في الحيوانات الراقية مثل كريات الدم البيضاء والخلايا الكينينية المنزكيمية هذه الحركة الأميبية. ثانياً، ونقصد به أنواع الحركة التي تتم بتأثير حافز اللمس. هذه راح نختار الانتحاء اللمسية. ثالثا، فراغ نوع من حركات النباتات يحصل يوميا كنتيجة لتحسس النباتات لتغييرات الضياء والظلام اليومي. الجواب حركات النوم. رابعا، فراغ وهي عضلات تتميز بكون أليافها طويلة ورفيعة ومدببة النهايتين ويحتوي كل ليف نواة واحدة. الجواب راح يكون العضلات الملساء. خامسا، فراغ خيوط دقيقة تسمى نسبة إلى بروتين الأكتين الذي يدخل في تركيبها، هي اسمها نفسها الأكتين. نجي على السؤال اللي بعده، السؤال الثالث: عرف كل من ما يأتي. عرف كل ما من ما يأتي. عندنا التعاريف: أولا، الطيران الخفاق وهو الطيران العادي في الطيور القوية مثل البط، ويتم بارتفاع الأجنحة إلى الأسفل وناحية الأمام وهي ممتدة تماما، ويحدث الاندماج بواسطة الريش الذي يوجد عند نهايات الجناح، وعند الضرب إلى الأعلى فإن الجناح ينحني إلى الأعلى وإلى الخلف ثم يمتد الجناح بعد ذلك. الهيكل الحركي المائي وهو عبارة عن كتلة من سائل ضمن طبقة نسيجية مرنة يقدم الدعم الضروري لعمل العضلات والحركة في دودة الأرض، وتستخدم من خلاله السوائل بين جدار الجسم والقناة الهضمية وبتعاون تقلص العضلات الطولية والدائرية.
هي عبارة عن الأحلاق، هي عبارة عن تراكيب كيتينية إبرية الشكل، تعمل على تثبيت الدودة في الأرض. الانتحاء الشمسي وهو انتحاء يحصل يوميا وبشكل إيقاعي وباتجاه ضوء الشمس. السباحة الثعبانية وهي نوع من السباحة تحدث في الأسماك ذات الأجسام المرنة وتستطيع أن تنحني أكثر من نصف موجة. زين، نجي على السؤال الوراء اللي هو أكمل التأشيرات التالية: عضلات الأرجل في الجرادة والعضلات القلبية. عضلات الأرجل في الجرادة والعضلات القلبية. عضلات الأرجل في الجرادة صفحة 125، صفحة 125 هذه باعوها، يعني عضلات باسطة وعضلات مثنية. زين، هذه بالنسبة إلى العضلات الأرجل في الجرادة. والثاني اللي هو راح يكون العضلات القلبية صفحة 120 في الكتاب، صفحة 120، صفحة 120 في الكتاب راح يكون العضلات عبارة عن العضلات القلبية. هذه العضلات القلبية شوفوها، نواة وليف عضلي وقرص بيني، نواة وليف عضلي وقرص بيني. هذا أعزائي الطلبة بالنسبة لحل هذا السؤال. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.